احلى موز مع اسبريسو في يوم الثلاث 1 اكتوبر. تعال 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 عايز تعرف الباور بجد، تعرف التكة على حقيقتها قبل التمرين. واحدة موز، أول حاجة موز، ثاني حاجة اسبريسو دبل. هم دول حاجتين 10 سنين خبرة فيهم ومش كده وبس. الناس جربوا معايا الفكرة دي، ولو متضايق تعالى خليك رايق، عيش اللحظة، غير مزاجك، فإن الحياة حلوة. مع كوباية قهوة واحدة تكفي. نرجو منكم الاشتراك واللايكات والشير ودعم القناة، ما تاخدوش الكلام هزار، خلي الهزار على جنب والهبل والعبط على جنب، خلينا في الجد، الجدية إن إحنا لما نحب نتمرن كمان أقدام ونرفع أوزان، يبقى زي ما قلت لكم واحدة موز مع واحدة كوباية اسبريسو. انفع الكلام ده هتدعوا لي دعوة حلوة. اتفاعلوا بقى وبطلوا كسل ونوم في القناة، وأتمنى إن القناة تكبر.